معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا. اضبط مين اللي بقى تحتها؟ مين هذا اللي بقى تحتها؟ راس افندينا ابن الكلب. مين هذا اللي بقى تحتها؟ مين اللي بقى تحتها؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شربية طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الو الو انا خميس افندينا. يا نو الحق يا كبير. خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله حريق. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار يا كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجري إيه وقول الرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارف ايه ابنك يا حاجه. خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته. وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر. وجاي تقعد جنبي؟ عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر يا ابو سنه. يا جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجاله بتتواجد. ما بيخافوش الرجاله في الضلمه. وادي مرسالك. يلا 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 معلم. أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم، عملوها. وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه. خصوصاً رجالة لو كان الحوار ده هيلطنا كلنا، والمثل بيقول الميه بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجاله المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا رجاله، صح؟ هو غيره تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وايه ده شريط بعد؟
الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجاله المعلم بياخدوا الحبايه بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟ بعد الشريط لما يعمل 10. واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحديد وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجالتنا، ليه ما يكونوش رجاله حد تاني؟ بالراحه يا معلم بالراحه، واحنا جايين نتخانق؟ لا احنا جايين نتفق وننور بعضينا يا رجال، احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوه بينا كلنا. انا هدعبس في الحكايه دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيدي المعلمين، نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف وربنا يهديه المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي.